سؤال الأخير سلمى محمود. يا جميلة يا سلمى يا محمود يا جميلة. سلمى محمود نيازي يا ولد والرياضة كمان. دي هدية المهجة. مهجة هطلع لك سؤال في الرياضة صعب. صعب صعب يعني. ليه طيب؟ عشان نشوف إمكانيات. نختار الجوكر عشان نعلي. وهتاخدوا الجوكر كمان نعلي الصعوبة. دوس على البازر. رياضة والسؤال هو من هو أول مدرب إسباني حصل على دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مرتين متتاليتين؟ أول نسختين للبطولة مع ريال مدريد موسم 55-56 و56-57. مش فاكر. أستاذ سعيد خوسيه إيه؟ اديتك اسمه الأولاني كمان. هو سؤال صعب جدا. أفتي بقى. في حد عنده إجابة؟ إجابتك خوسيه الميدا. سعيد إجابة خاطئة. خوسيه إيه بقى؟ مش مورينو. فيلا لونجا. لا ده مش هيجي خالص. ده مش هيجي طبعا. مش هيجي أصلها معلومة. هي موجودة هي مش موجودة. يعني أنا عارفة السنة وكل حاجة. هو تشرب السبب. خمس مرات متتالية. أنت السبب. ممكن يسهل السؤال قال لك هصعبه عليك. طب أنا عملت حاجة تانية. علينا كلنا. أفضل لاعب في ماتش النهاردة أستاذ سعيد غانم ب 80 نقطة. برافو عليك والله.